السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي، نزلنا بكم في هذا الشرح الجديد من شروحاتنا على قناتكم ريسكين العرب. ندعوكم اشتراك القناة لتصلكم كل جديد القناة بإذن الله تبارك وتعالى. اليوم سوف نقوم بشرح كيف نقوم بتركيب الجرادل يدويا، او لما تكون لا تمتلك الانترنت سوف تلجأ الى طرق اخرى لتركيب الجرادل. ونذهب الى الجرادل بروبريتي. لاحظ هذا هذه النسخة الاندرويد الذي نعمل عليها من هيلب اباوت هي 4.01، ونسخة الاندرويد ستوديو من جرادل بروبريتي واربر بروبريتي هي 6.1.1. كيف نبحث عن هذه النسخة الجرادل التي سوف نعمل عليها في اكواد سورس في حالة عدم وجود الانترنت؟ نأتي الى محرك بحث جوجل، نكتب جرادل روليز، نكتب جرادل روليز، يظهر لكم هذا الرابط جرادل روليز، روليز خاص روليز جرادل من جيت هاب. هنا تجد جميع نسخ الجرادل، جميع نسخ الجرادل. نبحث عن النسخة، لاحظ آخر نسخة هي 7.3.1، آخر نسخة 7.3.1. نبحث عن 6.1.1، هذه هي نسخة الأندرويد أو الجرادل الخاصة ب 6.1.1، وهي نفسها هذه جرادل 6.1.1. طيب نقوم بتحميلها من نقع دونلود ليبراري أونلاين أو كومبلي، نقرأ على كومبلي. هنا يبدأ التحميل، هم من الأسفل فيها 132 ميجا أوكتي. يمكنك أن تعمل ريليز نوت من خلال ريليز نوت، هنا فيه تمنحك العديد من المعلومات هذه النسخة. طيب ننتظر تحميل النسخة لنريكم كيف نقوم بتركيبها في الأندرويد ستوديو بشكل يدوي من دون اللجوء إلى تحميل النسخة في حالة عدم وجود الإنترنت، يعني تحتفظ بها إلى غاية عدم وجود الإنترنت وتقوم بوضعها يدوي. ننتظر استكمال التحميل ونعود إليكم. طيب تم تحميل النسخة، نعمل لها أفيشي. هذه هي نسخة الجرادل، نعمل لها كوبي، نضعها في الديسكتوب. نأتي إلى هنا، نقوم بفك الضغط عليه هكذا. نأتي إلى أندرويد ستوديو من فايل، ثم نختار سيتينج، من فايل نختار سيتينج، ثم نذهب إلى بويلد اكسيبشن ديفلوبر، ثم جرادل. تنقر هنا جرادل واربر فايل، أو تنقر سبيشاليست لوكيشن، تنقر هنا من هنا على سبيشاليست لوكيشن. ثم تأتي من هنا من هذا المكان، تختار مكان تواجد الملف، هذا هو الملف، تقوم باختياره كاملا ثم نقر اوكي، تنقر ابلي ما اوكي. بهذا الشكل نكون قد وضعنا هذا الجرادل بشكل يدوي بهذه الطريقة الحصرية. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الشرح. انتظروا المشروع القادم، لا تنسوا بالتقاط سبسكرايب القناة بدون تفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.